اسمي الحسين محمد، من بلدية عين طريق ولاية غليزان. المهنة هذه تعلمتها على ابويا الله يرحمه، كان يخدمها كيما هكا، هي وليت نسميه وندي منها الدوم هذي ونخدم حتى تعلمت. ملي كنت مولا 11 عام تعلمتها، وهي ملي وليت نخدمها كنت عندي 20 عام هكا. مثل ما دائما نخدمها في الدار، كنت نخدم غير في الدار هكا، عندي كي نقعد نخدم. هذو كاين نساء نجيب لهم السلعة، الدوم والحلفة، هما 9 نساء يخدموا معايا هذه الخدمة، هما يخدموا في ديارهم، هذو ما يخرجوا مول. تدي هذه غير خياطة تاعها عندي قريب نهار فيها خياطة، الظفيرة تفوت أكثر من نهار، سما راها قليل اللي راه يخدمها، ولا الناس الكبار ذو سما راهم قاع يروحوا. كانوا بزاف الناس معايا غير في الحي هذا، كانوا واحد 6 ولا 7 يخدموها، دروك مساكين كاع راحوا، كاين اللي مات كاين اللي كبر ما يعطيكش. ثم اللي موليناش السما ندو بزاف فيها غير شويه وخلاص، ماناش باين نتركو الحرفه، ماناش باغيها تترك من بلادنا، نحوسوا عليها تقعد، نحوسوا على صوالح بلادنا ما ينتركوش.